بعد 25 سنة من الأمنيات تحققت أمنيتي واشتريت سيجا. كنا نروح بالمحل مال سبهان دقيقتين يجي عليك يقول لك الميلعب يطلع برا. شنو الشباب ركض، مو شباب الجهال، ركض على الباب الما يطلع. شنو الجلال يقف. قصتي ويا السيجا قصة طويلة. الإحسان الوحيد كان عنده سيجا، جاب لي أحمد راضي من قطر، قلبت الدنيا، كل العالم أصدقاء علي، الحمد لله وشكرا لكل صديقة جديات بل الواقع. فكنا نروح دائما نلعب يم عند سونيك، كان هو خوش لعب طوبة، لي حد هسه خوش لعب طوبة هو. سونيك قصة كلش طويلة. سونيك حلوة ويلعبها حسان، أحسن واحد يلعب بالمجمع حسان. فكان اكو اثنين ولد اخوان، عمر شبل سيف شبل، يأجرون السيجا وياخذون وياها حسان، يلعب لهم حسان وهم قاعدين هيجي يتفرجون عليه، يشربون شاي، يسووا له نرجيله، وبس يقولوا له دير بالك من هاي، ما اعرف شنو هاي السوالف، حتى يفوز هم يفرحون. انا اكو شانوبي كلش قويه، اللعبه موجوده بهذا. هذا السيجا الجديد الجينيسيس فلاش باك بتجي وياه 85 لعبه، من ضمنهم سونيك، مورتال كومبات، شينوبي 3، جولدن اكس، واي بعد لعبات، 85 لعبة. فخلنا نفتحها ونشوف شبيه من جرا. وطبعا بالمناسبة بس ينزل بلاي 1 الا اشتري، والله الا اشتري. هذا نفس الشكل، اصغر واخف كلش، بي اتش دي ام اي. بعد كل شيء ما بي عادي، ياخذ كارتج. هذا الكابل مالته، محولة، جويستيك حلو، وايرلس، بيتلت دقم، ستارت منيو، ريوايند لان تقدر تسجل وترجع تلعب او تخزن اللعبة وتوقف بيها. الحمد لله والشكر بعد 25 سنة تحققت امنيتي وقدرت اشتري سيجا. ابد لا تتخلى عن احلامك مهما كانت صغيرة او كبيرة، اذا خليت هدف وتمشي وراه لازم يتحقق بالنهاية. انا حققت هدفي الاول اللي هو اشتري سيجا بعد 25 سنة، صح، بس ضليت لحد ما اشتريت سيجا. هسه بعد لا اروح لعلي حسان ولا يفيك علي ولا اقعد لازم مو شوي، انا اقولك شوي لازم بيها الواقع الموضوع. هسه حلمي الجاي انه اشتري بلاي 1 قبل ما علي حسان ياخذه، على مود هو يبدي يتلوق لي. ان شاء الله تكونون كلكم عايشين بديك اللحظة اللي هي يمكن تاخذ 25 سنة الاخ، يعني انا يمكن عمري على شي 60 سنة، بس راح انزل فيديو وان شاء الله تشوفوه.